لا السني ما أقول لك كان أداء مقبول أو مثالي في كل المراحل، لكن اختلف في الآونة الأخيرة. سابقا كان ربما أكو اختلافات معينة على واقع، على ظروف محلية داخلية، لكن بالواقع الوطني كان يجلس السنة يتحاورون كلهم لتوحيد موقف معين على ضوء الرؤى التشاركية مع المكونين الرئيسين الآخرين. زين. الآن والواضح جدا واللي تنقل كل المحللين والدلالة عليه السياسية الواضحة، أكو طرف يحاول يستفرد بالقرار، ليس فقط يستفرد بالقرار بل هو حاول استخدام وسائل السلطة والأمن والإعلام والتشويه للضرب والنيل من الشركاء الآخرين وإبعادهم عن المسرح بشكل تام، عدا من يقبل بأن يصادر صوته مو في حزب واحد وإنما بشخص واحد. شخص واحد. وأجيب لك المثل الآن، سيد الخنجر مثلا يفترض أنه كان صاحب كتلة برقم معين بأداء معين، قبل بعد خلافات شديدة وصلت بها التقاذف بتهم غير لائقة تمام. بين الطرفين، لكن قبلوا هم أن يعبروها ويسكتون عنها هذا التقاذف وهذا الاتهامات. الآن وين السيد الخنجر؟ وين صوته؟ هو نفسه صاحب الكتلة المشاركة، صودر تماما هو وكتلته لصالح شخص معين. فهذا اللي يخلي الانقسام، هو مو انقسام، هو البحث عن مساحة رأي، البحث عن مساحة حرية، رفض لأداء الحزب الواحد، رفض لأداء الشخص الواحد. أنا الآن إذا تشوف أنا دافعت عن موقف معين لهذا الحزب تمام. والأداء، لأن هذا الإنصاف، هذا اللي إحنا نريد، اللي نبحث عنه، اللي نبحث عنه هو أنه يكون بحث سياسي وليس تخاصم. لكن للأسف أكو أطراف تستخدم كل الأدوات اللي تتمكن من عندها بصورة فجة وبصورة منحرفة لإسقاط الشركاء قبل الخصوم الآخرين، وهذا اللي يؤدي إلى أنه تصور متفكك ومتشظي في أن يكون السنة بنائين في طروحاتهم، وهذا اللي خلانا نسارع في إظهار الصوت للمكونات الوطنية الأخرى في أنه الأنبار هذا رأيها، وإحنا محملين برسالة وطنية لحل وفكفكة الأزمة.